موتور سوق، سيارتك واحتياجاتك. بعد أن تم الكشف مؤخراً عن كيا سيراتو 2019 الجديدة كلياً في معرض ديترويت للسيارات، قامت شركة كيا بنشر مقطع فيديو فكاهي تقارن فيه سيراتو الجديدة مع سيارة لامبورغيني أفنتادور الخارقة وبطريقة غير تقليدية. ركزت الشركة الكورية في هذه المقارنة على الناحية العملية، وكانت الجولة الأولى من المقارنة هي الأبواب، حيث تأتي سيراتو بأربعة أبواب بينما تمتلك أفنتادور بابين فقط. كما تزعم كيا أن أبواب سيراتو التي تفتح إلى الخارج هي أكثر عملية من أبواب أفنتادور التي تفتح إلى الأعلى، لذا فقد كان التفوق في هذه الجولة من نصيب كيا سيراتو. الجولة الثانية هي صندوق الأمتعة، فالسيارة الإيطالية الخارقة تمتلك صندوق أمتعة أمامي صغير، في حين تتمتع سيراتو بصندوق خلفي أكبر حجماً بثلاثة أضعاف، لذا فإن الأخيرة هي أفضل بكثير في الرحلات الطويلة، أي أنها تفوقت في هذه الجولة كذلك. أما الجولة الثالثة فهي داخل السيارة، حيث تتمتع مقصورة سيراتو بشاشة عرض تعمل باللمس، بينما تأتي منافستها بعدد زائد عن اللزوم من الأزرار للتحكم بالنظام الترفيهي. كما توفر مقصورة سيراتو ميزة الشحن اللاسلكي للجوال، والتي لا تتوفر في أفنتادور، وإضافة إلى ذلك تتسع لخمسة ركاب، أي أكثر بمقدار ثلاثة ركاب من أفنتادور، مما يعني أن كيا هي الأفضل على صعيد المقصورة الداخلية. الجولة الرابعة هي الدخول والخروج من السيارة، والتي شهدت أفضلية واضحة لكيا سيراتو أمام نظيرتها الإيطالية، لكن لامبورغيني أفنتادور تفوقت في الجولة الخامسة، والتي تقارن بين السيارتين على صعيد السرعة، حيث تقول كيا أن سيارة لامبورغيني هي أسرع قليلاً إذا كان يهمكم عامل السرعة، لكن الميزة الأهم والأبرز التي تتفوق بها السيدان الكورية على منافستها الإيطالية الخارقة هي السعر، حيث أن كيا سيراتو أرخص بحوالي 1.5 مليون ريال سعودي. وكانت النتيجة النهائية للمقارنة هي 5-1 لصالح كيا سيراتو 2019، مما يعني أنها أفضل بكثير من لامبورغيني أفنتادور بحسب ما تقول الشركة الكورية. يمكنكم التعرف على مواصفات كيا سيراتو 2019 الجديدة كليا في الرابط الموجود أسفل الشاشة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات.